شوف سليم، بدك تشوف لي حل مع صهرك ولا انا بتصرف؟ خير ان شاء الله. اش عمل فادي؟ ما عمل شيء فادي، امه حميتها لبنتك منك دت لحياتها. اوف، واش خصو فادي بهالموضوع؟ كيف اش خصو؟ مش امه يطرقها بهدله حط لها حدود. ها، بنتك مش مقصره ابدا من هالناحيه. ايه، ومع هيدا وكله بتضل حيز عليزقه عند بنتي، بتتحشر باموره، بتتدخل بحياتها. تصور انه اليوم نهار فرصتها اجت وعيتها الساعه 7 وجه الصبح، واي شو مش عاجبها تستقبلها بنتي بالبيجامة. وكارين اش قالت لها؟ قالت اشتي ربك اني استقبلتي. يعني بنتك بتعرف كثير منيح تدافع عن حالها. طبعا تربية امها. فاذا عايش اي من ايامي. صحيح عم بتدافع عن حالها بس عم ينسان بدنها، وانا ما بقبل بنتي ينسان بدنها. اها، اشو الحل برايك؟ الحل انك تفهم فادي، تفهم امه، ما بقى تجي لعنده. معقول هالحكي وكان قايلها؟ معقول ونص. شوف سليم، اذا انت ما تدخلت هالمره انا رح اتدخل، وانت بتعرف بس انا اتدخل شو بصير. لا 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 لا، ما تتدخلش، انا رح اتدخل. الله يساعدك يا صهري. ايش بدي اقول لك؟ حكم الاول. فضحت حياتي. سديد بالسيجانتي، فوت ناس. شو حد الجسر؟ بدي احطه ورا البيت، حتى اذا اجت ست امك بكره الساعه 7 الصبح ووعدتني ما استقبلها بالسيجاره. لا، استقبلها بالزبط. الساعة 11. اف، معقول امك وقفت اليوم وفيقتنا؟ قد ما سمعتيها حكي وقد ما لطفتيها لك يا حياتي، حرام بطل الى عين تجي لعنا. خوفك علي، بكره ما بتلاقيها الا واصله. يلا، ما زي لما قست وزعجتنا، خلينا ننام شوي بعد ونرتاح. مننام دخلك؟ ليش ما مننام ونرتاح؟ ما دليل فيديو بهالطريقة يا عالم يا ناس يا هو. شوبنا وراحت يا هوا علي. ولك حد تقول تهدي ولك يا عالم يا ناس يا هو. مين هالمزعج هلا؟ الو، بونجور سلمى، عم تحكي؟ مين حضرتك؟ السيد مفيد، ما تواخذني ما عرفت صوتك. حبيبي بنلتقي على فنجان قهوة؟ ما بعرف إذا بقدر. ما زي المصر هالقد ما رح أكسك. ماري قال لي بعد ربع ساعة هيك بسرعة. طيب نظرتك، الله معك. شو بلبس له؟ شو بلبس؟ بلبس هيدا التحير؟ لا لا، هيك بحرتني من هون. لا، بلبس الأخضر. لا كمان مش منيح هيدا، مش كتير حلو. رح البس له الكاروم بني وبوردو، اكيد رح يعيشوا. ويا قبرني توتي توتي، ويا قبرني ديا ديا. مبسوطة؟ فادي توتي. ايه حياتي؟ صار الساعة 4. ايه، وصير الساعة 4 شو يعني؟ امك بعد ما اجت لعنا اليوم. اكيد بدها تجي امي لعنا ساعة اللي هي زعلانة كثير منها. بتعرفي شو؟ رح اتصل فيها وجرب صلح. لك اتركها يا عمي، اتركها زعلانة كم يوم، اتركها. استرد حكي فيها هلا وطلعها حتى تجي تزعجنا، ما سيبنا مرتاحين من بكرة الصبح بلاها. حرام عليك. ما حدا عم يرد، الهيئة مش بالبيت. اكيد جاي لعنا. بلا شي نسمت. Thank you.
ناوي مثل غدا؟ صدقيني صدقيني القعدة معك حلوة لدرجة انه الواحد ببطل يقدر يفل. بس هيك تكلفت كتير، قهوة وغدا. عينيتنا قهوتهم ما بتنشرب لحلا، مشان اكل هيدا اكلهم كمان ما بيتاكل. المرة الجاية رح دوقك من بيتي اطيب غدا اطيب قهوة. بعمل ملوخية ما حدا بيعمل مثلها، بتاكل صبيح كرة. بكرة عزمتك على الملوخية. وأنا قبلت العزيمة بس على شرط. شو؟ نروح نمشي هلأ على الكورنيش وناكل ترمس ودرة شوي. ومي حياتي ومي حياتي حياتك اليوم هيك انت مش مرتاحة مش أول شهرة. أنا هيك أنا اليوم مش مرتاحة مش مرتاحة أبدا أبدا. ليش حياتي خير بك شيء؟ تعرف فادي أمك إلا فقدي. إي أمي إلا بالعادة كل يوم تجي تتكد علي تملى بدنها تحركش فيي ناكد فيها. اليوم ما ركبت بحدا ما نوحت عن حالي. حسي حالي رح انفجر حسي حالي رح اطلع. تعرفي شو يا حياتي؟ ان اجت امي لعنا مش خاطفين، وان ما اجت امي لعنا مش خاطفين. يعني انتي الحقيقه مرانه كبيره يا حياتي.